كان الاستاذ ابراهيم عبد المجيد يمكن كان في سؤال خصيصا لحضرتك من الاستوديو. اولا انا ببلغ تحيتي للروائي الكبير ابراهيم عبد المجيد والنقيب السابق للموسيقيين ايمان البحري درويش. استاذ ابراهيم عبد المجيد، انا بتابع حضرتك بتكلم بترد على اسئله امير، انك بتقولي الوزير لا يستجيب، فعايز اسالك لا يستجيب لماذا؟ هذه واحده. الثانيه، من هل فعلا انتوا قررتوا الاعتصام حتى 30 يونيو ان لم يستقل وزير الثقافه؟ الحاجه السؤال الاخير اللي اتمنى برضو اساله لحضرتك هو لماذا لم نرى مثل هذا التجمع او بشكل مشابه مع تعيينات عدد كبير من وزراء الثقافه المتتابعين، ولم يكونوا كلهم اصحاب كفاءه او صيت في الوسط الثقافي؟ حفظتي امير الاسئله؟ استاذ ابراهيم، هناك ثلاث اسئله من الاستوديو من استاذه منى الشاذلي. السؤال الاول عن اعتصام حضرتك هنا، هل ستعتصم هنا لنهايه هذا الشهر؟ انا موجود معاهم طبعا، لكن ممكن يعني اروح استريح شويه وارجع او كده حكم السني، لكن انا موجود معاهم لحد يوم 30/6، ويوم 30/6 انا في الشارع مع الناس. طيب، السؤال عن أسباب عدم الاستجابة، حضرتك تحدثت عن عدم استجابة الوزير، كيف ترى لماذا هي أسباب عدم استجابة وزير المطالب؟ أنا أتصور أن هناك تعليمات له، يعني بعد تكرار إقالة الناس وآخرهم رئيس دار الكتب دكتور عبد الناصر، ده شخص محترم جدا وحرفي جدا ودي شغلته، وبدون مبرر أتصور أنه بينفذ أجندة فعلا من الإخوان المسلمين، ودي حاجة متوقعة جدا، لأن هم دخلوا على الإعلام سيطروا عليه، الثقافة فكروا فيها لأن ما عندهمش الكوادر التكفي، لكن الأرض مهيئة في بعض الأحيان زي ما موجود مثلا في أصول الثقافة، ناس كتير بسيطة وناس كتير متأخونة لأنها بسيطة، يعني مش لأنها بتحب الإخوان ولا حاجة، فهم يبدو أنهم مستعدين لهذا يعني بشكل أو بآخر، لأن الكلام عن الفساد سهل جدا، لكن لابد الناس تعرف قرائن هذا الفساد، يعني ما ينفعش تشيل الناس تقول ده كله فاسد، عاوز قرائن للناس، قول للناس هذا فاسد انه عمل كذا وكذا 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 وكذا، لكن ما بتقولش يبقى ده كلام مرسل ومطلق وتغيير سريع وايقاع سريع كده. وفي ناس استقالت، يعني الدكتوره كاميليا صبحي استقالت من قسم العلاقات الخارجيه، ودي ست محترفه علاقات خارجيه وعاشت في اوروبا، وست يعني، والدكتور سعيد توفيق استقال، كله يعني في حاله ما اظنش الناس بتستقيل كده الا انها شايفه نذر، شايفه نذر بالذال يعني نزل غير طيبه يعني. وتكرارها يعني ان هناك اجنده موجوده وان الوزير ده اللي بينفذ هذه الاجنده. لان السؤال الاخير من الاستوديو عن لماذا هذا الاجماع على هذا الوزير الحالي، ولم تكن هذه التظاهره او هذا الغضب على الوزراء المتطوعين للثقافه قبل هذا الوزير الحالي؟ هقول لحضرتك ليه. اولا بعد الثوره غير قبل الثوره، يعني قبل الثورة كانت الناس برضو في شوية حسابات بسيطة، يعني لم يكن الناس على هذه الحالة من الـ يعني الايفوريا او حالة النشاط الروحي يعني بعد ثورة يناير يعني. وبعد الثورة الناس مستنية حاجات، ما بتفكرش غير في المثل العليا، يعني ما فيش موائمة دلوقتي، يعني ممكن قبل الثورة في نوع من الموائمة للذوق، لكن بعد الثورة لا، احنا عاوزين المثل العليا، فالمثل العليا لا تمتلكها جماعة، وجماعة دي طائفة، يعني تتصرف تصرف طائفي، هي لا ترى غير طائفه الاخوان المسلمين وافكارها هي التي تمشي. والمساله مش الوزير بس على فكره، لان حتى الوزير لما بيعمل عمل هو بيمضي على قرار بيشيل حد، لكن الايقاع بقى وراه على طول تلاقي الحريه والعداله والمواقع الالكترونيه للاخوان، تمجيد وشتيمه في المثقفين، شتيمه يعز يعني اللسان ما يقدرش يقولها يعني. فيبدو يعني حتى ما بيدروش فرصه ان يقول ان انا بتصرف كحرفي، يعني يبقى هنا يعني بيحملوه اكتر مما يحتمل، فبيزيدوا المساله اكتر، فبيتربط الموضوع بالوضع العام، بالوضع العام ان الاخوان بيتمكنوا من كل شيء. السؤال الاخير لك، ونحن داخل وزاره الثقافه بهذا الوضع بهذه الاجواء، هل حضرتك متفائل الوضع الثقافي في المرحله القادمه؟ كيف ترى الوضع في المرحله القادمه؟ انا من زمان من بعد الثوره كنت مش عاوز اقول ده عشان ما نخرجش على الموضوع. الثوره كنت بانادي بالغاء الوزاره وتحويلها لهيئات تدعم المجتمع المدني، لان اي نظام حكم هياخدها لحسابه. وتحقق هذا، الاخوان بيحاولوا ياخدوها لحسابهم، لان في النظم الراسماليه وزاره الثقافه تدعم المجتمع المدني، تدعم الجمعيات الاهليه، المسرح، السينما، تدعمه بالمال بس مش تطلعش حاجه، ولكن هم قرروا يسيطروا عليها، وخصوصا ان الانظار كلها متجهه لهيئه الكتاب او للاوبرا، الاوبرا مش هتتاخن، لكن هيئه الكتاب في الموظفين اللي فيها بتراقب الكتب، يعني ما نقدرش نقول ان هم مش في ناس منهم اخوان وبتمنع كتب، وده من زمان مش من اليومين دول بس، ده من 10 15 سنه، من زمان قوي. الثقافه الجماهيريه في عندك 300 بيت ثقافه و150
الثقافه الانشطه شبه معدومه في معظمها لانها حرام في كثير من المواقع، فهم عندهم ارض مستعديه ليهم يعني عارف انت. والارض دي مش اليومين دول الحقيقه عشان يبقى موضوعي، يعني ده من 20 سنه لان النظام القديم جرف الارض. استاذ ابراهيم عبد المجيد يستعرض هموم الثقافه المصريه عبر سنوات، ولو ان الظرف الان يمكن كان هذا هو الوضع داخل وزاره الثقافه.